وللوقوف على التغيير الديموغرافي الذي تعمل عليه الميليشيات الموالية لإيران في الزبدان والشريط الحدودي السوري اللبناني وأهدافه، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ ياسر. بداية، من هو المستفيد من ما يحصل في سوريا، خاصة من ناحية النزوح والتهجير؟ يعني طبعا كما يقال، أهم نتيجة من نتائج الثورة السورية والعمل يعني بسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام ومن خلفه الميليشيات الإيرانية وأيضا روسيا في آخر المطاف، هو عملية التهجير القسري التي حصلت في سوريا. نحن نتكلم عن نصف الشعب السوري أصبح الآن بحكم المهجر قسريا، الجزء الأكبر منه متواجد الآن خارج سوريا في الدول المحيط وأيضا في أوروبا، ويوجد جزء أيضا لا يقل عن 4 ملايين يعني تم تهجيرهم قسرا في الأراضي السورية وتم نزوحهم إلى الشريط الحدودي مع تركيا. أتصور أن هذه المعلومة أصبحت واضحة وجلية خلال يعني عقد من الزمن، أن هذه النتيجة كانت مراد ومخطط لها ومدبر لها. وبتصوري حزب الله، الحزب الذي تدخل بشكل كقوات مرتزقة بدون أي يعني موافقة لبنانية وبدون أي دعوة لبنانية، نحن نتكلم عن قوات مرتزقة جلبهم النظام إلى سوريا من أجل قمع الشعب السوري وقتل الشعب السوري، أصبحت سوريا بالنسبة له مزرعة لزراعة المخدرات كما ذكرها في تقريركم، أصبحت سوريا بالنسبة له مكان لعملية إطفاء يعني سياسة الهيمنة والتسلط على الشعب السوري. أتكلم عن الشريط الحدودي على وجه التحديد، كونه تم تغيير ديموغرافي إخلاء هذه المناطق ابتداء من القصير ووصولا للزبداني. أتكلم عن شريط حدودي ما بين سوريا ولبنان، جرى تهجير أهل المواطنين قسرا من أجل أن تكون هذه المناطق مزارع للمخدرات، من أجل أن تكون هذه المناطق مستودعات ومخازن للأسلحة، وأيضا من أجل أن يكون معسكرات لتغيير. نعم سيد ياسر، يعني هل تعتقد أن هناك استراتيجية تم العمل بها منذ دخول الثورة، يعني منعطف العسكرة، هل كان مقصود الزج بالثورة التي بدأت سلمية لذلك المنعطف، أم أن الأمور يعني جرت بتحصيل حاصل؟ يعني بتصوري كان كل يغني على ليلى، بشار الأسد كل جل همه أن يبقى على هذا الكرسي حتى لو كانت سوريا بالنسبة له سوريا المفيدة كما ذكرها في بياناته وخطابه، سوريا التي لا تعني شيئا بالمجمل إلا أن يبقى بشار الأسد على كرسي حتى لو كان جزء من سوريا. بالنسبة لحزب الله، عند بداية الثورة كان يعني زعمه على أنه سيحافظ على الحوزات والأماكن المقدسة، ولكن في نهاية المطاف وجدنا أن حزب الله استباح الأراضي السورية واتبع سياسة التهجير كما ذكرت، من أجل أن تكون له مساحات يعني خاصة به بعيدة عن الدولة اللبنانية وفي ظل الدولة الفاشلة في سوريا. بالنسبة لروسيا، أنا بتصوري جل همها كان دخولها هو عمليا أن تعود إلى الساحة الدولية السياسية وأن يكون لها دور فاعل في الإقليم، وهذا ما حصلته. أما بالنسبة للشعب السوري فكان كل غايته أن تتحول سوريا إلى سوريا دولة ديمقراطية، كل غايته أن يتم إزاحة هذا يعني الديكتاتور الذي طال الأمد في بقائه على الكرسي في السلطة في سوريا، وأن يستبدل بغيره من كان من السوريين. إذن السوريين لم يعنوا أن يتحولوا إلى ثورة عسكرية، ولكن بشار الأسد كان طريقه وعسكرة الثورة من أجل أن يكون يعني أمام العالم الخارجي أنه يحارب كما يدعي الإرهاب. نعم سيد ياسر، يعني إذا أردنا أن نتحدث هنا عن المسؤول عن وصول الحال إلى ما نشهده من تغيير ديموغرافي في هذه المدن وغيرها، هل يتحمل النظام وحده حقيقة كل ذلك، أم أن على المعارضة السورية أيضا جزء من المسؤولية؟ يعني بداية تتحمل الأمم المتحدة التي رعت ما يعرف باتفاق المدن الأربعة وعملية التهجير التي جرت في الزبداني وفي مناطق في الغوطة وفي الريف الشمالي لحمص، كان كل ذلك بإشراف الأمم المتحدة. وأنا أتصور أن هذه جريمة دولية، يعني عملية تغييب وتهجير قسري، وكان بإشراف الأمم المتحدة. هذا أولا. الأمر الثاني، أنا بتصور استخدام القوة المفرطة وسياسة الأرض المحروقة في سوريا كان هو ديدن النظام
وبالتالي سيتم يعني لجوء البشر والحماية من هذا القصف العشوائي الذي يدمر البشر والشجر والحجر. الأمر الثالث أنا أتصور الوضع الهزيل للمعارضة السورية بعدم تسليط الأضواء على حقيقة ما يحدث من تهجير قسري، على ارتكاب النظام لكل هذه الجرائم. أنا أتصور أيضا المعارضة تتحمل هذه المسؤولية، ولكن في النتيجة المجتمع الدولي هو المسؤول أولا وأخيرا، كون أن هذه يعني هذه الأحداث بقي لها عقد من الزمن، وحتى هذه اللحظة لا يوجد إرادة دولية من أجل حل سياسي في سوريا. إذا المجتمع الدولي يتفرج على السوريين كيف يتم تهجيرهم، يتفرج على السوريين كيف يتم استباحة أراضيهم وممتلكاتهم، ولا يقدم ولا يؤخر أي شيء. سيد ياسر، يعني سريعا لو سمحت لي، كيف ترى مستقبل سوريا في ظل حديث مجلس اللاجئين النرويجي عن مزيد من موجات النزوح خلال السنوات القادمة، وما هي الأوراق المتاحة لوقفه؟ يعني بتصوري سيف اللجوء هو سيف مسلط على دول الجوار، تركيا على وجه التحديد، وأيضا بالنسبة للدول الأوروبية التي هي الملاذ بالنسبة للمهجرين. بتصور هذه الدول يعني تركيا والدول الأوروبية يجب أن يكون لديهم موقف حازم من أجل حل سياسي نهائي في سوريا، وأتصور أن الضغط يكون باتجاه الولايات المتحدة وإدارة بايدن، التي من المفترض أنها يعني قدمت نفسها على أنها ستقدم حل في سوريا على أساس حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول.